الشأن الخارجي للشأن الداخلي. تحب بين 2005 و 2010 تقريبا هي السنوات الوحيدة اللي عشت فيها مباشرة في تونس وشفت الساحة السياسية والحركة السياسية في تونس. شنو تقييمكم للساحة هذه وخاصة وانت خبير في المجال الدولي في مجال البؤر التوتر إلى غير ذلك، يعني سياسيا كيفاش تشوفها تونس؟ كنت أتصور مثل أغلبية تونس، أنا كنت أتألم من الانغلاق السياسي اللي كان موجود في البلاد. بطبيعة الحال أنتم تعرفوا أنه الوزراء في الحكومة كل واحد مسؤول على ميدانه، وقل وندر أن يتكلموا في موضوع خارج ميدانه. كان هذا هو الشأن بالنسبة إلي، يعني كان فما فرصة سواء كان في مجلس الوزراء أو للحديث في مواضيع أخرى خاصة لتهم السياسة، وكان هذا كذلك هو الشأن بالنسبة حتى للحزب الحاكم. يعني أنا فوجئت يعني لما عينت بالديوان السياسي، كان الحقيقة يوم كبير بالنسبة لي، يعني لما فيه من رموز خاصة بوصولي إلى الديوان السياسي للحزب اللي بديت فيه وعمري 14 سنة. ولكن فوجئت أني لقيت حتى الديوان السياسي نفسه صندوق فارغ، ما فيش حوار ما فيش نقاش. وذكرت لما كنت رئيس شعبة كلية الحقوق في تونس في سنة 70-71، والمستوى اللي كان في النقاش والحوار ويعني الآراء المختلفة هذا الكل ما كانش. طلعت الحال أنا أقول هذا الكلام وتحمل مسؤوليتي في ذلك، لأنه واجب علينا بكلنا اللي ساهمنا في نشاط سياسي حكومي أو حزبي أن نقوم كذلك بنقدنا الذاتي ونشوف ما كان يمكن أن نعمله وما كان لا يمكن أن نعمله. لكن طبيعة الحال كنت متألم جدا لما هو صاير، وكنت أقارن ذلك خصوصا بكثير من الدول الأخرى اللي عشت فيها واللي عرفتها. ورغم أني أقول في الختام أنه في بالنسبة لهذا السؤال أني فوجئت بهذه الثورة، كنت متوقع حركات، كنت متوقع أنه يصير شيء في البلاد ولكن مش بهالدرجة هذه. وطبيعة الحال هذا لأنه الشعب والشباب فهم أنه ما كانش فهم حل آخر غير هذا. سي كمال مرجان، قلت أنه أنك التحقت بلجنة المركزية للجامعة في 2008، شنو نظرتكم اليوم للحزب، تقييمكم ممكن قبل الثورة واليوم بعد ما صار؟ بل أعتقد غطيته، لأنه نفس الوضع في كل هياكل معناها اللي كان فيها التجمع الدستوري الديمقراطي. لكن الحقيقة خلينا نفكر في المستقبل، لأنه يعني السياسة ليست فقط ماضي وحاضر. أنا لابريير اللي أنا معروف في القرن 17 قال غلطة كبيرة إذا كان الإنسان يفكر في السياسة يفكر من منطلق شخصي أو من منطلق الحاضر متاعه، دائما يجب أن يفكر في المستقبل. المهم هو الحقيقة المستقبل، لأنه يجب أن تكون تونس ما بعد 14 من جانفي تكون دائما بلاد منفتحة، بلاد يعني وسطية. وأملي أن تعطى الفرصة لكل الفئات ولكل العائلات السياسية مهما كانت، بدون إقصاء بدون تهميش، حتى تكون بلادنا مثال بالنسبة للحريات بما فيها بطبيعة الحال ما سينتظر ما تبقى من التجمع الدستوري الديمقراطي. ونعرف أنه هناك الآن يعني مبادرات عديدة، أنا في البعض منها نتابع فيها، حتى يكون ربما بالنسبة نفكر في الدستوريين الصحاح والدستوريين الحقيقيين والدستوريين الشرفاء والأحرار أنه كذلك يكون عندهم مكانة في على الساحة السياسية في البلاد. لأنه رغم ما تحصل منذ 87 بالنسبة للحزب الاشتراكي الدستوري في ذلك الوقت، بطبيعة الحال هذا حزب عنده تاريخه وعنده شهداه وعنده قياداته. لا يمكن أن ننسى عبد العزيز الثعالبي والحبيب بورقيبة وصلاح بن يوسف والهادي شاكر وطيب والمنجي سليم وعلي بلهوان، كلهم هذم أولاد الحزب الحر الدستوري التونسي وقياداته. وبالتالي لا يمكن أن يغيب هذا عن الساحة التونسية مهما كان. والناس العاقلين أعتقد يشاطروني هذا الرأي. بقى كيفاش مش يكون الحقيقة مازال المجال مفتوح، لأنه احنا عندنا جمعتين فقط من الثورة، وستتبلور الأمور بطبيعة الحال ما فيش شك، ويكون هناك تواجد في رأيي لاتجاه دستوري معناها وطني كما كانت العادة قبل ذلك.
في الفترة هذه يعني 2005-2010 البعض اعتبرك نوعا ما كخلف متوقع للرئيس السابق، كان وش الشيء هذا تأثير على المسيرة بتاعك؟ أولا خليني نقول أنه فما نوعين من من اعتبروني أو البعض اللي اعتبروني خليفة، ولو الخلافة ما أنا مش فكرة جمهورية، فما من ربما اعتبر أنه كمال مرجان عنده من القدرة ومن الكفاءة باش يكون في مركز قيادي، بارك الله فيهم أنه لا حسن ظنهم، لكن أنتم تعرفوا كذلك أنه في بعض الحالات وكان هذا شيء عادي جدا بالنسبة لنظام الحكم السابق أنه تخرجوا مثل هذه الإشاعات مش لدعم أو لمساندة الشخص وإنما بالعكس، يعني حتى تثير كثير من المشاكل وربما الخوف وإلى غير ذلك، وهذا وقع بالنسبة للاثنين. الشيء اللي حاب نأكده لكم أنه لم أفكر في هذا أبدا، ولم يكن لهذا ما كان لوش أي تأثير على العمل اللي قمت به والمسؤولية اللي تحملتها، وأترك للتاريخ أنه يحكم على هذا. كمال مرجان البعض اعتبر أن استقالتك من الحكومة المؤقتة سويعات قبل التغيير بتاعها، وكأنه معناها تحب تعلن بداية بتاع مرحلة جديدة في مسيرتك السياسية، هل أنه التخمين هذا في محله، وخاصة معناها أنك اليوم حل من أي التزام مع أي حزب كان؟ ما قلقنيش أنه فهم بهذا المعنى، لكن نحب نأكد لكم أنه كان من منطلق وطني، من منطلق مساعدة للسيد محمد الغنوشي، وكان باتفاق معه لما علمت بهذا واتفقنا على هذا، لأنه كان بعض الأطراف تريد أن يخرج من الحكومة كل ما كانوا في الحكومة السابقة، حق من حقوقهم. السيد الوزير الأول طبعا شفته أنه مشى في هذا الطريق، خيرت أن أنسحب من الحكومة مش ناخذ حريتي، ما كنتش متوقع أنه مش يكون الإعلان على الحكومة الجديدة بعد 3 ساعات، لأنه كان مازال النقاش متواصل والمفاوضات متواصلة. على كل حال مهما كان موقفي خذيته، وما سأقرره في المستقبل طبعا الحال يبدو مفتوح، ما يقلقنيش أنه هذه مرحلة جديدة في حياتي سأقررها بنفسي، لكن بطبيعة الحال اعتبار المصلحة الوطنية قبل كل شيء. تعتبروش القرابة بتاعك مع الرئيس، يعني القرابة العائلية، مش يكون عائق للتولي معناتها ريادة مرحلة قادمة في دمشق؟ أولا ماذا بيا نعرف ما شنو معنى الريادة، لأنه أو خلينا نقول أنه سأقوم بالواجب الذي أراه لمصلحة تونس، لمصلحة بلادي مهما كان، يعني موضوع مش موضوع مش نكون في مركز قيادي أو مركز نضالي قاعدي، ولكن تعطوني فرصة باش نوضح الحقيقة شيء مهم جدا. أولا أؤكد أنه ما هي العلاقة بين زوجتي والرئيس السابق، هي بنت ابن عمه، هذه الأولى. حاجة ثانية، المرأة هذه تعرفت عليها سنة 77، يعني 10 سنوات قبل ما يصبح بن علي رئيس الجمهورية. ثالثا، أتمنى لكل شخص نحبه باش تكون عنده زوجة كما زوجتي بما لها، ونقول هذا بكل شرف واعتزاز بأخلاقها بسيرتها، وتشرفني وخلقنا مع بعضنا عائلة صحيحة، عائلة متفقة، وبالتالي مهما كانت الظروف حياتي معها اليوم وغدوة ما فماش سياسة في الموضوع هذا، والناس تعرف طبعاً، ربما مش معروفين برشا في تونس لأن عشنا في الخارج، ولكن يمكن أن الناس تبحث وتعرف سيرة زوجتي وأخلاقها العالية، وما فماش أي مقارنة بمن ربما يفكروا فيه. ولذا هذا موضوع بالنسبة لي يعني مش مفروض أنه حتى يطرح، خاصة لما كما ذكرت لكم عام 89 ماني كنت كذلك وقتها معتبر، إذا مش تعتبروني كقريب فلماذا عدت 89 بعد 10 أشهر في تونس؟ العلاقة اللي كانت عندي كانت علاقة وزير مع رئيس دولة، قل وندر أن نخرج عن موضوع مهامي، وأعتقد أهم شيء بالنسبة لي هو أني إن شاء الله كنت قمت بواجبي، وأن الناس اللي اشتغلت معهم واللي عارفوني يحكموا على هذا بقطع نظر عن ما يحاولوا الناس باش يربطوه بعلاقة عائلية، اللي ما أعتقدش أن هي كانت السبب في طلبي الدخول إلى الحكومة سنة 2005.
كمان مجال السياسية الدولة. شنو السيناريوهات المتوقعة يعني لرجوعكم على الساحة السياسية والحراك السياسي اللي يمكن نستناو إعادة تشكيل تجمع دستوري ديمقراطي تأسيس الحزب الجديد وإلا انتمائكم معناها انتمائك للتيار السياسي آخر؟ شوف هنا فما نقطتين حقيقة مهمتين. أنا قلت لكم أنه دخلت الحزب الحر الدستوري التونسي وعمري 14 سنة. والدي اللي كان رئيس شعبة الحزب الحر الدستوري التونسي في حمام سوسة لأكثر من 10 سنوات كان يأخذني معاه للمؤتمرات وللاجتماعات متاع الشعبة وعمري ممكن ما تعديتش حتى 12 سنة. أنا كنت حتى ننعس في الاجتماع لأنه بطبيعة الحال صغير وما نجمش نتبع وبالتالي فما وفاء لعائلة اللي ما نجمش معناه نجاهله رغم أني خذيت وقتي يعني أنا خرجت نهار السبت الماضي يعني تو 6 أيام بديت في كثير من الاتصالات حتى نشوف ما هو الوضع بالنسبة للساحة السياسية التونسية اليوم، ما هو الدور اللي يمكن أن نلعبه. خليني نأكد أنه سيكون لي دور ولكن مش بالضرورة كما قلت قيادي لأنه لازم نفكر كذلك في من مع من سنعمل، ثم خاصة أنه هناك توجهات مختلفة حتى بالنسبة للدستوريين أو من هم اليوم ما زالوا في التجمع الدستوري الديمقراطي. كثير من التيارات سأواصل حقيقة اتصالاتي ومشاوراتي مع عديد من التيارات مش فقط التيار الدستوري أو حتى من حساسيات ومن عائلات سياسية أخرى حتى نشوف ما يمكن أن نقوم به. أهم شيء بالنسبة لي ليس شخصي أين سأكون، أهم شيء أني أحلم بأن أرى بلدي في أقرب وقت ممكن بلد حر، بلد ديمقراطي، بلد مزدهر، بلد مثال بالنسبة للمنطقة. مش مرة هذه مانيش باش نذكر اسم بلاد لأنه وقتها انتقدوني لما ذكرت سويسرا وقالوا لأنه سويسرا ضد المآذن. هذا ما يقلقنيش حتى ولو سويسرا حتى ولو ضد المآذن كان بقرار من الشعب السويسري وهو دليل على الديمقراطية رغم بطبيعة الحال أنه هذا غير مقبول من ناحية الأخلاقية. تيكال مرجان حبينا نشكرك انه تخص موزايك كفام وتلفزيون اول حوار ليك بعد خروجك من الحكومه. حاب نتمنى لك ايضا مسيره طيبه ومواصله طيبه في مسيرتك في خدمه تونس وان شاء الله بالتوفيق. بارك الله فيكم وان شاء الله يكون عندنا فرص اخرى واتمنى لكم كذلك كل التوفيق في عملكم الهام والكبير اللي قايمين به من اجل حريه الاعلام في تونس. شكرا سي كمال، يعطيك صحه وان شاء الله في فرصه اخرى لك صحه مزار. شكرا.